السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي المراجعة المركزة رياضيات للصف الثالث متوسط. عندنا المحاضرة الثانية من الفصل الثالث. أخذنا المحاضرة الأولى اللي هي طريقة الحذف وطريقة التعويض، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية من الفصل الثالث. هذه المحاضرة الثانية بها يعني نفس المحاضرة يعني نفس الفصل الثاني، بأكو مواضيع نفس الفصل الثاني، لكن هنا يعني متوسع، يعني متوسعين به، مثلا الفرق بين المربعين، طريقة التجربة متوسعين بها. مثلا عدي ناخذ من المحاضرة الثانية، يقول لي حل المعادلة الآتية، حل المعادلة الآتية، بس هيك يقول، ما يقول لا باستعمال الفرق بين المربعين ولا كل شيء. 4x تربيع ناقص 25 يساوي لنا صفر. احنا من اخذنا بالفصل الثاني الفرق بين المربعين ما بيها ما وياها صفر، بس مجرد قوسين وطلعنا الحد الاول والحد الثاني، لكن هذه عندي صفر، شلون احلها؟ نسوي قوسين واساويها بصفر، هو مطيني بالسؤال صفر. الاربعة جاية من 2 في 2، والاكس جاية من اكس في اكس، ما دام سالب اذا وحدة سالب وحدة موجب. 25 جاية من 5 في 5، حللت، ناخذ قوس قوس اما ونساويه بصفر، اما 2x ناقص 5 يساوي لنا صفر، ها عيني 2x يساوي لنا 5. هنا سالب لما نقلتها يعني طلعتها برا صارت موجب، اقسم على اليمن على 2 على معامل اكس اللي هي اكس يساوي لنا 5 على 2، او 2x زائد 5 يساوي لنا صفر، اقول 2x يساوي لنا سالب 5، 2x يساوي لنا سالب 5، اقسم على اليمن على 2، يعني شكو على معامل اكس اقسمها، اكس يساوي لنا سالب 5 على 2، اذا طلعت مجموعة الحلول، اقول مرة 5 على 2 ومرة سالب 5 على 2 وسد القوس. هذه المثال الأول. زين نجي ناخذ المثال الثاني. المثال الثاني يقول لي مثلا، بس يقول لي هيجي، يقول حل المعادلة الآتية، نقول اكس تربيع ناقص 9، بس هيجي انتباه علي، شنو هذا شي يريده؟ يقول لي حل المعادلة الآتية. مثلا احنا عندنا باستعمال قاعدة الجذر التربيعي، فقول اكس يساوي لنا موجب أو سالب جذر 9، يعني نجذر 9، فنقول اكس يساوي لنا موجب أو سالب 3، مجموعة الحلول مرة موجب 3 ومرة سالب 3 وسد القوس. هذه الاثنين، ناخذ الثلاثة، ناخذ ال ايش ناخذ؟ ناخذ مثلا عندي واي تربيع يساوي لنا 36، هم أسوي نفس طريقة الفوق. يعني شو اسوي؟ اخليهم تحت الجذر، يعني اقول الواي تربيع تحت الجذر، واي تربيع يساوي لنا 36، واي يساوي لنا سالب او جذر 36، فنقول واي يساوي لنا موجب او سالب 6، مجموعة الحلول مرة سالب 6 ومرة موجب 6. زين هسه راح ناخذ مثال، يعني يقول لي حل المعادلة الآتية، يقول لي اكس تربيع ناقص 7x زائد 12 يساوي لنا صفر. يلا عيني هسه نحلها بطريقة التجربة. شلون عرفت بطريقة التجربة؟ لأن ما عندي عامل مشترك، مثلا لو عندي هنا اكس اخذت اكس عامل مشترك، لكن هذه ثلاث حدود بطريقة التجربة، اكس باكس. هنا عندنا لازم الحد الوسط يطلع لنا سالب 7x، ال 12 جاية 12 جاية من 3 في 4، يعني أقول 2 سالبات هنا 3 و 4، أريد أتأكد من حلي صح، سالب 3 وسالب 4 يطلع لنا سالب 7x، لازم الحد الوسط يطلع لنا، أقول أما x ناقص 3 يساوي لنا 0، x يساوي لنا موجب 3، أو x ناقص 4 يساوي لنا 0، x يساوي لنا موجب 4، إذن مجموعة الحلول 3 والأربعة. زين نأخذ بعد مثال، يلا
يلا عيني هنشوف الكتاب شنو. اخذت الفرق بين المربعين، اخذت التجربة، اخذ ناخذ هذا الفرضية. هذه الفرضية يقول مسبح، شوفوا هذه الفرضية، مسبح يقل طوله عن 3 أمثال عرضة، يعني بمقدار 1 متر، بمقدار 1 متر. يقول لي فإذا كانت مساحة المسبح 140 متر تربيع جد أبعاده. يلا عيني، مسبح يقل 3 طوله عن 3 أمثال عرضة بمقدار 1 متر، فإذا كانت مساحة المسبح 140 متر جد أبعاده، زين ايش راح أسوي؟ أقول نفرض، إحنا راح نفرض عرض المسبح، عرض المسبح X يساوي لنا X، زين طول المسبح يساوي لنا، شوف ايش قايل، طول 3 أمثال يعني 3X، 3 أمثال عرضة، هو مو الإكس عرضة، 3 أمثال يعني 3 في X، زين يقل يعني شنو يقل؟ يعني عملية ناقص طرح 1 متر، هاي فرضنا عرض المسبح وطول المسبح. هسه راح أسوي معادلة، شو أقول؟ أقول إكس وثلاثة إكس ناقص 1 يساوي لنا شقد المساحة مطيني؟ 140، مساحة المسبح 140. ندخل الاكس على القوس، اكس في 3 اكس، 3 اكس تربيع ناقص اكس في 1 اكس، ضربت الاكس في 3 اكس، 3 اكس ماكو تربيع، يوم دقول اي استغفر الله، 3 اكس تربيع ها عيني، واكس في سالب 1 سالب اكس يساوي لنا 140. ندخل 140 على اليمن على القوس ونساويها بصفر، هي موجب تصير سالب. أقول 3x تربيع ناقص x ناقص 140 يساوي لنا صفر. نحل طريقة التجربة، لازم احنا حافظين 140 منين جاية، عيوني 3x هنا 3x بx، نقول هنا مثلا موجب والسالب، خلينا نجرب 140، 140 جاية من 20 في 7، 20 في 7 اي والله اي يعني 0 7 في 2 14. اقول اما 3x زائد 20 يساوي لنا 0، 3x يساوي لنا سالب 20، اقسم على اليمن على معامل x اللي هي 3، يعني فش نقول؟ اقول هذه راحت، x يساوي لنا سالب 20 على 3، سالب 20 على 3. ناخذ القوس الثاني، او x ناقص 7 يساوي لنا 0، x يساوي لنا 7. هنا عندي ما دام سالب شبيه يهمل، فاذا ايش قد طلع لنا؟ العرض المسبح 7 وطوله ايش قد؟ راح شو اسوي؟ راح أقول 3، راح نعوض، نقول 3x ناقص 1، أما كان كل x أخليش قد 7 ناقص 1، 3 في 7 21، 21 ناقص 1 يساوي لنا 20. إذن هذا إيش طلعت؟ طلعت طوله 20 متر، طلعت طوله 20 متر. زين راح أخذ بعد فرضية ونختم المحاضرة، فرضية راح أخذها ونختم المحاضرة. زين عدي، إذا كان طول، قايل إذا كان طول ملعب كرة السلة يزيد بمقدار 2 متر على ضعف، اسمعوا، ضعف عرضه ومساحته 480 متر تربيع، فما بعدي الملعب؟ بعدي الملعب. يلا يوم هنا شو أسوي؟ أقول نفرض عرض الملعب، نفرض مطيني العرض والطول والمساحة، نفرض عرض الملعب يساوي لنا X،
طول الملعب، طول الملعب يساوي لنا قايل لي يزيد بمقدار 2 على ضعف عرضه، يعني ضعف عرضه 2 اكس، العرض اكس وضعف 2 يزيد زائد بمقدار 2. هذه المعادله، اذا اسوي معادله اكس و2 اكس زائد 2 يساوي لنا ايش قد المساحه؟ 480 متر تربيع. ندخل الاكس على القوس، اكس في 2 اكس، 2 اكس تربيع زائد اكس في 2، 2 اكس ندخلها هي موجب تصير سالب، 480 يساوي لنا صفر. نقسم على اليمن على 2، الاثنين ويا الاثنين راحت اكس تربيع زائد الاثنين ويا الاثنين راحت اكس ناقص 480 تقسيم 2، 2 4 تقسيم 2 بها 2 و8 تقسيم 2 بها 4 والصفر ينزل. اذا صارت عندي 240. هسه شنو صارت عندي؟ صارت عندي معادله، بطريقة التجربة نحلها. زين x ب x، هنا نقول 240 منين جاية؟ 240 جاية من 16 في 5، 16 ب 15، اي 16 ب 15. زين اما x زائد 16 يساوي لنا صفر، x يساوي لنا سالب 16 واني ما اريده لان يهمل اذا شي سالب. أو القوس الثاني x ناقص 15 يساوي لنا صفر، x يساوي لنا 15. هسا نعوض ال 15 خاطر نطلع الطول، 2x زائد 2، 2 مكان كل x أخلي 15 زائد 2، 2 في 15 30، 30 زائد 2، 2 في 15 30، 30 زائد 2 يطلع لنا 32 متر، 32 متر هذا طوله. وخلصت المحاضرة وإن شاء الله التوفيق.